صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا جعفر يا محمد بن علي الباقر، عظم الله لك الأجر يا رسول الله، عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين، عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء، يا ليتنا كنا معكم ونفوز فوزا عظيما. ألا من مناد وإماما مما العوالم نكست أعلامها واسود من صبغ الأسى أيامها، ما راعني إلا انقلاب حقائق الأكوان إذ ملأ الفضاء إلمامها، قد أعجم النطق الفصيح لقوله وبنطقه قد أفصحت أعجامها، وإذا العوالم عن لسان واحد تدعو أساً اليوم مات إمامها، اليوم باقر علم آل محمد، منه شفت غل القلوب طغامها، فغدا على فرش السقام وإماما يجاذب الأنفاس إذ أهوت قواه سقامها، يا لأرض البقيع الحج وصل هالمسية، وعلى الإمام الباقر دموع جري وإماما. يزور جدة اليوم، ها ليلة البارحة، اليوم في هذا اليوم يرى ذلك القبر، وصل الحجة للبقيع بدمع سجاياب، وانفطر قلبه يوم شاف قبور الأحباب، قبور أربعا هدمت يراها ويسفي تراب، وينادي وجدا ومحمدا. وصل الحجة للبقيع يا شيعة، ونادى يا جدي قطعت قلب الفجيعة، وين النبي وحيدر علي وين الوديعة، ما ينظرون لموتتك يا ابن الشفية، سر السيد
يكسر السم ببدن راعي الحمية، طول الليل ما نام الشفية، يحني لوج لو جات المنية، بعد حن ابني عليه وهملة العين. اجى الصادق عند الباقر حب ابني وضع عليه الوصية، وقام يودع وداع المنية. اليوم المات ابن سيد البرية، دوت بالنوح دور الهاشميين ومصيبته. خطب مولانا أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام بالحديث المعروف بحديث الصحيفة المختومة، أن فسر كتاب الله وصدق أباك وورث ابنك واصطنع الأمة وأقم حق الله عز وجل. طيبوا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. هذا المقطع الشريف من حديث قدسي يعرف بحديث الصحيفة المختومة، وهو من الأحاديث التي هي في غاية المتانة والاعتبار. وهذا الحديث الشريف حديث الصحيفة المختومة هو عبارة عن رواية معتبرة رواها الشيخ الكليني في الكاف الشريف، وقال مرويا أو راويا عن الأئمة عليهم السلام أن جبرائيل صلوات الله وسلامه عليه نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله في أواخر حياته الشريفة بصحيفة مختومة بإثني عشر خاتما من ذهب لم تمسه النار، وأمر صلى الله عليه وآله قبيل أن يقبض بدفعها لسيدنا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وأمره بأن يفك خاتما من هذه الخواتم ويعمل بما في هذه الصحيفة، ثم أمر أمير المؤمنين قبيل أن يقبض بدفعها إلى الحسن وأن يعمل بما فيها، وهكذا إمام بعد إمام. هذه الصحيفة ارتبطت بشكل مباشر، شوف التفت، هذه الصحيفة ارتبطت بشكل مباشر بوظيفة كل إمام من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومنهم مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أول من عمل بها وأول من استلم هذه الصحيفة التي نزلت
من السماء عن طريق جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله، أول من عمل بها، أول من دفعت إليه مولاك علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. وهذه الصحيفة أيها الأحبة هي التي ما يعرف عنها بأنها الوصية، عندما يقال كما هو متداول في الروايات وفي الأذهان قيدت عليا الوصية. الوصية لم تكن فحسب شفهية، أصلها مسطور ومكتوب، وهنالك رواية مطولة عن الإمام الكاظم عليه السلام يتحدث عن هذه الرواية عن الصحيفة المختومة. فمولانا علي عليه السلام له دور، الحسن كذلك، الحسين، السجاد، إلى أن تصل النوبة إلى مولانا صاحب هذا اليوم الإمام الباقر عليه السلام. كيف خوطب الإمام؟ أن فسر كتاب الله وورث أباك، أو وصدق أباك وورث ابنك واصطنع الأمة، واصطنع الأمة. هذا خطاب، وظيفة، دور كلف به وأنيط بالإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. تعال إلى هذا المتن، إلى هذا النص الشريف في هذه الصحيفة. أولا نتناول مفردة الاصطناع من عدة جهات. جهة أولى، ما هو الفرق بين الاصطناع والصنع؟ حتى نعرف معنى مفردة الاصطناع، ما هو الفرق بين الاصطناع والصنع؟ هذه جهة أولى. الجهة الثانية، لما كلف مولاك الباقر عليه السلام باصطناع الأمة، وكيف اصطنع الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذه الأمة؟ كيف اصطنع الأمة هذا الإمام العظيم اللي اليوم نحن أتينا من أجل أن نتبرك في أن نكون في رحاب هذا الإمام العظيم؟ تعال أولا إلى الجهة الأولى، ما هو الفرق بين الاصطناع وبين الصنع؟ شوف التفت. الصنع قالوا هو إيجاد الشيء وإتقانه، الذي يوجد شيئا ويتقن إيجاده يعبر عنه بأنه صنع شيئا، صنعه، أوجده فأتقنه. وهذا المضمون موجود في القرآن الكريم، مثلا اقرأ قوله تبارك وتعالى: وترى الجبال جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذن الصنع إيجاد الشيء وإتقانه. أيضا نقرأ في آية أخرى عندما يخاطب الله تبارك وتعالى نوحا عليه السلام: واصنع الفلك بوحينا أو بأعيننا. إذن الصنع مفردة تضمنت أو ضمنت في القرآن الكريم. الصنع يعني إيجاد الشيء وإتقانه، هذا بالنسبة إلى الصنع. ولهذا يقال أن الذي عنده حرفة معينة يقال بأنه صاحب صنعة. النجار مثلا يسمى صاحب صنعة، لماذا؟ لأنه يصنع الأبواب التي هي من خشب والتي لم تكن موجودة، يوجدها ويتقن إيجادها، يسمى صاحب صنعة لأنه يوجد الشيء ويتقنه. إذن هذا معنى مفردة الصنع. زين، تعال إلى مفردة الاصطناع التي خوطب بها إمامك واصطنع الأمة. ما معنى مفردة الاصطناع؟ الاصطناع يتضمن معنيين: يتضمن التربية الخاصة، ويتضمن أيضا المبالغة في إصلاح الشيء. الاصطناع يتضمن هذين المعنيين: التربية الخاصة والمبالغة في إصلاح الشيء. هذه المفردة كذلك أيها المؤمن موجودة في القرآن الكريم. مثلا تعال إلى الآية الشريفة مخاطبا الله عز وجل موسى عليه السلام، يقول تبارك وتعالى: واصطنعتك لنفسي.
تربية، واضح واضح المعنى واضح. يعني كيف أن موسى عليه السلام رباه الله عز وجل تربية خاصة، عناية خاصة، نبي من أنبياء أولي العزم، وأكثر نبي ذكر في القرآن الكريم من ناحية الكرامات، من ناحية المعاجز والقصص، وموسى عليه السلام ألقى الله عز وجل عليه محبة منه، نبي اعتنى الله عز وجل به عناية خاصة، رباه تربية خاصة. إذن الاصطناع يتضمن هذا المعنى، وكذلك الاصطناع يتضمن المبالغة في إصلاح الشيء. المبالغة في إصلاح الشيء أيضا يعد مصداقا من مصاديق الاصطناع. عندما خوطب الإمام الباقر عليه السلام باصطناع الأمة فإنه صلوات الله عليه كلف بتربيتها تربية خاصة، وكلف بإصلاحها والمبالغة بإصلاحها. هكذا كان دور الباقر صلوات الله عليه، وفعلا الإمام جسد هذا المعنى، رب الأمة تربية خاصة كما سيأتي، وكذلك بالغ في إصلاحها. هذه الجهة الأولى. تعال إلى الجهة الثانية، لما كلف مولاك الإمام الباقر عليه السلام بالتربية الخاصة للأمة؟ لماذا أنيط به هذا الدور؟ لماذا كلف محمد بن علي الباقر، باقر علوم الأولين والآخرين، باقر علوم الأنبياء والمرسلين، لما كلف عليه السلام بالمبالغة في إصلاح الأمة؟ مع شيء من التأمل في التاريخ يصل الإنسان إلى الجواب، وهو أن الأمة بعد فاجعة كربلاء ساد المرج والهرج فيها، قتل القائد الديني الأول بالمنصب الإلهي وهو الإمام الحسين عليه السلام، شاع الفساد، هيأ كما هو معروف، هيأ السجاد عليه السلام قاعدة أولى من مناجاة وعبادة وعتق للعبيد، حاول أن يصنع النواة الأولى للمجتمع الصالح من خلال عتقه للعبيد مع أجواء الدعاء والمناجاة. هكذا كان دور السجاد. ثم جاء الإمام الباقر عليه السلام وأمر باصطناع الأمة بأن يربيها تربية خاصة، ولهذا بإمامة الإمام الباقر عليه السلام بدأت مرحلة جديدة من التشيع. حتى في زمن الإمام السجاد، الإمام السجاد بعد فاجعة كربلاء كان محاصرا، كانت السيدة العقيلة زينب عليها السلام هي التي تنطق عن السجاد حفاظا على حياته. ولهذا في نفس هذه الصحيفة، الصحيفة المختومة، عندما نظر الإمام السجاد إليها خطب بمضمون هكذا خطاب: أن اصمت وأطرق حتى يأتيك اليقين، للظرف الحرج الذي كان يعيشه، الذي في نهاية المطاف في سنة 95 دس إلى الإمام السجاد عليه السلام ذلك السم من قبل الوليد ابن عبد الملك. إذن الإمام الباقر بدأ مرحلة جديدة، هذا بشكل واضح ولا ريب فيه. بدأ الباقر عليه السلام من خلال هذه العلوم، من خلال اصطناع الأمة، مرحلة جديدة. ولهذا نجد هذه البركة من هذا الإمام العظيم. إذن كلف إمامك عليه السلام بتربية الأمة لما عاشته الأمة من حالة من الانحدار بعد فاجعة كربلاء وبعد ما جرى على أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. تعال إلى الجهة الثالثة، وهي كيف اصطنع الإمام عليه السلام هذه الأمة؟ ما الذي قام به الإمام الباقر عليه السلام حتى اصطنع هذه الأمة؟ نذكر عدة أمور. أولاً
الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام اصطنع الأمة ورب الناس من خلال تركيزه على مفهوم تزكية النفس من المعصية. هذا المفهوم الذي يوصل الإنسان إلى السعادة، الذي هو من وظيفة النبي صلى الله عليه وآله، ليزكيهم. تزكية وظيفة من وظائف المعصوم النبي والإمام. كيف ساهم الإمام عليه السلام بهذه التزكية أو في هذه التزكية؟ ركز على عدة أمور. أولا ركز على أهمية وجود الواعظ الذاتي عند الإنسان، عندما تسمعه يقول مثلا عليه السلام: من لم يكن له واعظ من دينه فلا تغني المواعظ عنه شيئا. لابد من وجود الواعظ الديني. الإنسان الذي ليس عنده ضمير أو ضميره ميت لا واعظ ديني له، فيقوم بما يقوم به. هذا الصوت الداخلي عند الإنسان يعد من أعظم النعم الإلهية. كيف أن هذا الإنسان إذا ما ابتلي بمفترق طرق وافتتن يرى هذا الصوت الذي في داخله فيمنحه السكينة ويجعله بكل يسر يختار الطريق الحق. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يختار طريق شكر الله تبارك وتعالى. إذن هذه دعامة، هذا عامل من عوامل التزكية التي ركز عليها الإمام كما قال صلوات الله وسلامه عليه. عامل ثان من أجل التزكية، تزكية النفس، معرفة الله تبارك وتعالى. وطبعا لما نجي نقول معرفة الله عز وجل، مو المعرفة العقلية، المعرفة العقلية المحضة قد أيضا لا تغني شيئا. عندما يأتي مولاك الباقر عليه السلام الذي استخرج كنوز العلم وبقر العلم وشقاه، عندما يأتي ويقول: ما عرف الله من عصاه، الذي يعصي الله لم يعرف. هل هنا المعرفة القلبية؟ هذه المعلومات التي في العقل لم تصل إلى القلب بعد، صاحبها لم يوصلها إلى قلبه، يوجد حاجز، حاجز بين العقل وبين القلب. معرفة الله عز وجل بأنه منعم ومحسن، يعني إدراك هذا المعنى في النفس، أن يدرك الإنسان، أن يعرف الإنسان قيمة الإحسان، قيمة الجمال الإلهي. ما الذي صنعه الله عز وجل به في هذه الحياة؟ ما الذي صنعه به؟ ما هو هذا الصنع الجميل من رزق دنيوي، من استقرار دنيوي، من راحة نفسية وما شاكل ذلك، من ستر؟ هذا كله جزء من جمال فعل الله تبارك وتعالى. إذن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه كذلك يركز على أهمية معرفة الله تبارك وتعالى، المعرفة القلبية. ما عرف الله من عصى، من خلال هذين العاملين وغيرهما أيضا أكد مولاك الإمام الباقر على أهمية تزكية النفس. هذا المفهوم الذي من خلاله اصطنع الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذه الأمة. إذن هذا عامل أول. نأتي إلى عامل آخر، ولا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. العامل الثاني هو تركيز الإمام الباقر عليه السلام في كثير من كلماته على ولاية أهل البيت عليهم السلام. عندما يأتي ويقول لبعضهم: شرقا أو غربا فلن تجدا علما صحيحا إلا وقد خرج منا أهل البيت، يأتي له بعضهم من أبناء العامة
الذي كان يقول: جلست بين أكابر العلماء فما اضطربت كما اضطرب بين يدي محمد بن علي الباقر عليه السلام من أبناء العامة. فيقول له الإمام: أو تعلم أين أنت؟ أنت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إذن يركز الإمام عليه السلام على أهمية ولاية أهل البيت، هذه الولاية أيها المؤمن التي بها نجاتك، نجاة الإنسان وقيمة الإنسان المؤمن، وكل وأفضل نعمة عنده التي منها تنبثق كل نعمة ولاية علي بن أبي طالب. ولاية علي وأبناء علي عليهم السلام، بحيث أن الإنسان إذا ما جاءه الموت ومات وفي قلبه ذرة من حبهم عليهم السلام، من حب علي، من حب فاطمة، من حب الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين وبقية الأئمة، نعم، فإن هذا الإنسان مما لا شك فيه من أهل النجاة، هو من أهل النجاة. إذن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ركز أيضا على هذا الأمر الذي من خلاله اصطنع الأمة. وفعلا يعني ما يمكن المؤمنون في ذلك الزمن أن يتقربوا إلى الله عز وجل، وحتى في كل زمن المؤمن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بولاية أهل البيت، الدعامة الأولى والقاعدة الأولى للسير والوصول نحو الله عز وجل ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. إذن هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي كان مرتكزا لمنهج الإمام الباقر عليه السلام هو نشره للعلم، نشره للعلوم. بأي كيفية؟ يعني نحن ننظر إلى الإمام الباقر عليه السلام من سنة 95 بعد شهادة الإمام السجاد وحتى سنة 114، عاصر الكثير من الحكام، سليمان بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك الذي سمى الإمام السجاد أدرك سنة من ولايته، سليمان بن عبد الملك، عمر بن عبد العزيز، وهكذا إلى أن جاءت النوبة إلى هشام بن عبد الملك الذي حكم قرابة 20 سنة، وهو الذي دس السم إلى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الإمام في هذه الفترة استغلالا منه لاشتغال السلطة واشتغال الحكام ببعضهم البعض، فعلا نشر العلوم، لكن بأي كيفية؟ شوف التفت، هنالك أرقام، أرقام مذهلة. هذا محمد بن مسلم، محمد بن مسلم رضوان الله تعالى عليه فقط لوحده يروي 50,000 حديث عن الإمام الباقر. هذا جابر بن يزيد الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي يروي 70,000 حديث عن الإمام الباقر، 120,000 حديث عن اثنين، عن راويين عن الإمام عليه السلام. أي ثروة، أي ثورة، فعلا مرحلة جديدة، أي ثورة ابتدأها الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام واصطنع الأمة، بحيث أن أغلب الروايات التي عندنا من الصادقين أو من الباقرين عليهم السلام. أي ثورة قام بها محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه، أي عظمة. محمد بن مسلم هذا العدد، جابر بن يزيد ذلك العدد، 462 تلميذ في علم الرجال الرواة غير البقية، هؤلاء المعروفون البارزون، 462 راوٍ عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ثم جاء بعد ذلك دور الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وازدهر أيضا العلم. ففعلا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أكد على هذا الأمر، نشر العلوم، العلوم التي تنفع الإنسان كعلم الأخلاق. ولهذا
التفقه في الدين لا يرتبط فقط بتعلم الحكم الشرعي حلال وحرام وما شاكل، لا، قراءة كتب الأخلاق تعد تفقها في الدين. عندما يفتح الإنسان هذه الكتب الأخلاقية التي يحتاج إليها، التي تعينه على التطبع بالفضائل، التخلص عن الرذائل، هذا تفقه في الدين. في الدين يعني جميع المنظومة الدينية من أحكام وأخلاق وعقائد، كل ذلك تفقه في دين الله. هذه الأمور أكد عليها الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، فنطق بالأخلاق وجسدها وعلم الناس الأحكام الشرعية، الأمر الذي لم يتسن لآبائه الطاهرين بهذا المستوى ولا لبقية أبنائه غير الإمام الصادق عليه السلام. وركز على العقائد، بين العقائد الحق، بين صلوات الله وسلامه عليه العقائد الحق وعظمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن هذا الأمر أيضا بينه الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. كذلك الأمر الأخير الذي اعتمد عليه الإمام الباقر عليه السلام في اصطناع الأمة كما ذكرنا الآن، ذكرنا تزكية النفس من المعصية، عن الإنسان بينه وبين نفسه، علاقة الإنسان مع نفسه، وذكرنا العقيدة، ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وذكرنا نشره للعلم والعلوم المختلفة منه ومن أصحابه كأبان بن تغلب وغيره. أيضا عندما نأتي إلى الأمر الرابع نجد أن الإمام عليه السلام ركز على أهمية الأخلاق بين الناس، ولهذا كان صلوات الله وسلامه عليه يجسد هذه الأخلاق من حلم وما شاكل ذلك. عندما يأتي إليه كما هو معروف، يأتي إليه بعضهم ويقول، يشتم الإمام عليه السلام، يشتم الإمام، يستهزئ باسمه أو بلقبه الشريف، يتغاضى الإمام عليه السلام عنه. فعلا أي خلق، إمام الأمة، القائد الأول في الأمة، عندما يتغاضى عنه الإمام عليه السلام ذلك الرجل يغتاظ، يقول له إياك أعني، إياك أعني، فبكل بلاغة وفصاحة يقول له الإمام عليه السلام، عنك أتجاهل، أنا عنك أتجاهل. أي حلم للإمام، أي أسلوب كان عند الإمام في هذه المواقف، فعلا جسد هذه الأخلاق وأكد عليها من حسن عشرة، من تلاحم للمجتمع. عندما يقول لبعضهم، أو تدخل يدك في جيب أخيك وتأخذ ما تريد، يقول له كلا يا ابن رسول الله، فيقول له الإمام عليه السلام، إذن فلان ليس بأخ لك. أكد الإمام على أهمية التلاحم والعشرة الحسنة. فعلا يعني اليوم يوم الجمعة ونحن في رحاب هذا الإمام العظيم، الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. ولهذا نكون احنا نعزي أولا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في بداية هذا اليوم، اللي نسأله عليه السلام أن ينظر إلينا، ولو نظر إلينا لانقلبت أحوالنا. نعزي الإمام في هذه المصيبة العظيمة، في شهادة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، هذا الإمام اللي فعلا رأى الكثير من المصائب. عندما نأتي إلى ما رآه الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام من مصائب، نعلم أولا أنه شاهد ما جرى في كربلاء 3 أو 4 سنين، رأى ما جرى على الحسين، على عماته، بنات أمير المؤمنين، بقية النساء، زوجات الأنصار، الإماء وبعض من العبيد أيضا، وما جرى على الأطفال، كل ذلك كان بعين هذا الإمام الذي أمر بالصبر
في هذه الفترة وبتفسير كتاب الله تبارك وتعالى، لكن ثق واعتقد أن الإمام الباقر عليه السلام لم يكن لينسى ما جرى على جده الحسين. السلام عليك سيدي يا أبا جعفر، شوية ندخل في رحاب أهل البيت. ها سيدي، ما الذي رأيته؟ ما الذي جرى مع الحسين عليه السلام؟ سيدي ما هي تلك المصائب؟ نبتدئ من أول مصيبة، أول مصيبة وهي أيضا في هذه الأيام. يقول الإمام الباقر، يقول بلسان حاله: أنا أيضا خرجت مع الحسين من مكة المكرمة، أنا خرجت مع الحسين في يوم 8 من شهر ذي الحجة. نعم، عندما خطب تلك الخطبة كان وياه الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. كأني بنساء أهل البيت لما سمعوا الحسين عليه السلام ينادي في مثل هذه الأيام، في مثل يوم غدها يا مؤمن، عندما أخذ ينادي: ألا من كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا وهو لا يجد ناصرا من أهل مكة، لا يجد أحدا، بحيث يصدر الأمر: اقتلوا الحسين أينما ثقفتموه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة بعد، فإنه لا حرمة له في الإسلام. الله أكبر، عاد الحسين لا حرمة له في الإسلام، عزيز الزهراء لا حرمة له في الإسلام أبدا. ها، ولهذا قال صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس، خط الموت على ولد آدم، ما خط القلادة على جيد الفتى، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع نلاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. سيدي أبا عبد الله، ما قطعت أوصالك فحسب، بل عزل رأسه عن جسده، وحسينا وإماما. وين الإمام الباقر؟ اسمع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: من أرض مكة سافرت ويا الحسين، من يوم 8 ويانا كل الهاشميين. أنا يا الإمام الباقر شفت النوايب، من أرض مكة سافرت ويا الأطايب، وانقطع حجي وصار حجي حج مصايب. سعي السبي وما مبيتي في البلاد. ترى بفتح لك جرح يا مؤمن. ها الإمام الباقر بذكرك ببعض المصائب. ها اسمعها: ذو الحجة شهري والشهر شهر الضحية. أريد صوتك. ها: ذو الحجة ماتي والشهر شهر الضحية. ويا الحجاج: ها هالشهر راح حسين الأرض الغاض، وحسيناه وين كتب حجي وحجة من رب البري. ومن يوم عاشر رفعنا راية الدين. شنو بعد عندك؟
شافت عيوني. اسمع الباقر ها شافت المعذرة يا مؤمنها، المعذرة يا حجة الله، المعذرة يا أمير المؤمنين. شافت عيوني الما تشوف الناس يا ناس قدامي عمتي تنسبي من بعد عمه. الله أكبر. وانا صرت وياها ومنكس إلى الرأس من بلده البلدة وندخل للدياوين بعد. من تمر طفلة يتيمة، اسمع يتيمة تمر على بالي، طفلة بالخراب الدور وتدور على الوالي، حتى جابوا لها راس وشفتها ميتة قبالي ورخيتها. وسيدته من أذكر الباقر تمر ببال المصايب، من صغر سنه جرعت عين النوايا، عمره 3 سنين كان بيوم عاشور قاس العطش ويا الاطفال بقلب مفطور، كم طفل قدامه يفر من النار مذعور، وكم طفل قدامه انسحق فوق الترايب. المعذره صورت نحر جدة حفرها الزمن بالبال، وبد ما غاب عن سمع صيحات الأطفال وصوت الشهيد حسين يقرأ فوق عسايال. عظم الله أجوركم. ها ندخل إلى مصيبته. حتى دس إليه هشام بن عبد الملك ذلك السم النقيع، وقع إمامكم عليه السلام طريح الفراش، أخذ يتقلب يمنة ويسرى إلى أن دنت المنية من إمامكم عليه السلام. أين الصارخون وإماما؟ دفع مواريث الأنبياء إلى الإمام الصادق عليه السلام، وأخذ يوصي بوصايا إلى أن دنت المنية من إمامكم. أخذ يودع بناته وأبنائه. تدري شلون يعني روح شهادة الإمام؟ فتحت أبواب الجنان، تغيرت معالم الكون. أخذ إمامكم يحتضر وإماما وسيدا، وما هي إلا لحظات غمض عينيه. يا زهراء اعذرينا، يا فاطمة اعذرينا، يا أم الحسن عظم الله لك الأجر، يا جعفر الصادق غمض إمامكم عينيه وقد أخذ الهزال منه ما أخذ، أسبل يديه ورجله وجه إلى القبلة، فاضت روحه وإماما. وسيدا وإماما الباقر قضى مسموم والعالم بزلزال، وجعفر الصادق نهض للتجهيز بالحال، غسل سمي المصطفى ولفه بالأكفان
وتذكر مصا وصاب الجرح من المروان، وتقرحت حول السرير قلوب وجفان، عند الوداع ارتفع بالحسرات والوقت يا ساعة التوديع كم من شقة جيوب، وشعور منشورة وكم ذابت من قلوب، وقصده وابن عش المصطفى وصاح ويا مهيوب شبلك قضى بالسام. ها هي نفسك ابيات الدعاء من استخبر الحال، ها لكن الصادق يا شيعة رغم كل هالمعضلة هانت عليه الرزية من تذكر كربلاء، فلما رأينا النساء جوادك مخزية وسرجك عليه ملوية خرجنا من الخدور للشعور ناشرات، وبالعويل داعيات وللوجوه لاطمات، وإلى مصرعك مبادرات صرخنا صرخة وحسينا. إلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.